متابعي صفحة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم لمفرد البث المباشر في ظل هذه الأجواء اللي عرفات مدينة صفو. كانت صراحة صاعقة نزلت على الساكنة ديال مدينة صفو من بعد يعني الحادث الفاجع ديال البارح اللي فجع الساكنة من بعد ما توفات عائلة على قدها بما فيه الأب والأم وحتى الطفل ديالهم. من هنا كان يعني كنواسيو العائلة ديالهم، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش انه يعني يرحمهم ويغمدهم بالرحمه ديالو. والبارحه كيف ما شفتوا كانت اجواء يعني مليئه بالحزن على الساكنه ديال مدينه صفرو من بعد ما تنقلنا العين المكان باش نخلي لكم بالبث المباشر الاحداث والوقائع ديال ديك الحادث المفجع. والان حنا كنتواجدوا مع رشيد احد ساكنه ديال مدينه صفرو واللي غادي يحكي لكم بالدور ديالو على يعني من بعد ديك الحادث بقى فيه الحال وبغى انه يعني يوجه واحد الرساله للمواطنين. سي رشيد السلام عليكم. السلام وشكرا سي رضا على الاستضافه ديالك، وانا كنحيي المنبر والجريده ديال صوت العداله. مرحبا مرحبا. على الاستضافه. حنا فعلا كما قلت وسبق قلت مفجوعين مكلومين، كنتالموا على الوفاه ديال هذه الاسره اللي مشات بسبب الغاز. صراحه الساكنه ديال صفرو من البارح ملي تبعات داك اللايفات ديالكم وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي كلها نقلت الخبر ونشرت الخبر، اضف الى ذلك ان وصل هذا الخبر المفجع للراي العام. وهنا قبل ما نبدا تعازينا الحارة لهاد العائلة وتعازينا الحارة لأسرة هاد الناس، وكذلك تعازينا الحارة للساكنة ديال صفرو اللي كانت متبعة الحدث لحظة بلحظة حتى خرجوا هادوك الجثث. وراه ماشي سهلة أن ثلاثة ديال الأفراد أو أسرة مكلومة كلها أنها يخرجوها ومتحلله والخنز والريحه عطات. وحنا غنجيو في التفاصيل هذا المسائل. رشيد، الناس حاليا كيتسالوا على التفاصيل ديال ديك الحادث، لان حنا كنا فاش وصلنا يعني العين المكان مازال ما كانت عندنا حتى شي معطيات، فقط بانه يعني كان بالعلم ديالنا انها كانت عائله لداخل كانوا كاملين يعني جثث هامده. حاليا ما الجديد في هذيك الفاجعه؟ الجديد في هذه الفاجعه هو انه كما كيعلم الجميع البارح بالليل الوحده ونص الجوج يعني في وقت متاخر من الليل شموا الناس واحد الرائحه، عيطوا للسلطات الامنيه، جات الناس الوقايه المدنيه السلطات الامنيه السلطات المحليه كل شيء تجند وجا جاوا لقاو الريحه، دخلوا الناس ديال الوقايه المدنيه بداو كيخرجوا ها الجثه الاولى ها الجثه الثانيه ها الجثه الثالثه. اذا هاد الناس كيقولوا بانهم ماتوا بسبب الغاز ديال البوطه، وكانوا تما في واحد المده ديال 3 ايام وهما تما. شنو السبب اللي ولا شنو هو المعطى اللي بين ان هذوك الناس 3 ايام وهما في ديك المنزل ميتين؟ لان الوقيته اللي خرجوا الجثه ديالهم ما قدوش يقربوا ليها، الناس دايرين لي ماسك، هذوك الوقايه المدنيه دايرين لي ماسك، اذا الريحه عطات بزاف، في هذه المساله شكون غادي يحدد فيها؟ الناس ديال الامن الوطني وكذلك يعني رئيس المنطقه الامنيه مشكور راه غادي يباشر الابحاث ديالو، وكذلك غادي يعرفوا الاسباب والمسببات وغادي يكون لابسي غيكون التشريح. اذا احنا غادي نحصروا هاد اللايف في واحد المساله اساسيه، الا كان الغاز ديال البوطه هو السبب في هذا الشيء فهذا انذار، هذه اشاره لجميع المغاربه والمغربيات. اللي بغيت نوصل انا من هذا المنبر واحد الرساله، الله يرحم الوالدين، ما تستخفوش بالبوطه والشوفاج والعافيه والشارجورات. الناس بزاف كيموتوا بهذا الشيء دابا، يعني دابا على هذه الوقيته ديال البرد يعني الناس كيتجمعوا في دار وكيشعلوا المجمار ولا شي حاجه باش كيسخنوا بها الفرن ديال البوطه. حاليا شنو هي الرساله ديالك لهاد الناس اللي واخا حنا عارفين انهم على قد الحال ما يقدرش انه يجيبوا يعني سخان كهربائي وبالتالي هما فقط كيقتصروا على السخان ديال البوطه؟ صح. شي رساله ديالك لهاد الناس يعني حتى اللي بغاو يتدفاو، شنو كنصيحه ديالك لهم؟ حنا في الاطلس معروفين بالبرد، اذا الاطلس معروف بالبرد والثلج وكذا، وحنا كندوزو من واحد الموجه ديال البرد وقساوه ديال البرد. الناس كيديروا نفاخر ولا كيديروا الخشب،
في وسط الدار وكيجلسوا في داك الدار اللي مختنقه وكتزيد اختناقا بداك داك الافرازات ديال هاد ديال هاد الخشب ولا هاد النفاخر، وعارفين بانه كاينه اضرار وكاينه سموم، لان النفاخر شنو غادي يعطيك؟ اكسيد الكربون، وغادي يعطيك بزاف ديال ماشي ما يعطيكش الاكسجين، اذا كتقل نسبه الاكسجين. اذا الرساله ديالي هو ان هذاك النفاخر حتى الا جلس بنادم مثلا في واحد الدار ولا هذا مع الاسره ديالو يسخن شي شويه ماشي مشكل، ولكن يخلي واحد السده منين يخرج داك منين يشم شويه الهواء منين يخرج داك الافرازات تخرج. كذلك ومثال انا بغيت نطرح المساله ديال الشوفاج، هذيك الشوفاج اللي كيكون في واحد مثلا في واحد البلاصه، هذوك الديور الصغار مثلا اللي فيهم جوج بيوت وكوزينه كما كنقولوا، ما يديروش بنادم في وسط الدار، يديروه في البالكو باش حتى هو يكون كيطل على 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 برا على الخارج على الهواء، باش ما يكونش هذاك اللي كيدوش ولا كيغسل مثلا الافراز ديال الغاز يشمو ويتخلط وكما كنقولوا الماء كيمشي مع الغاز وكيصدق مغمى عنه ويديروا له الاكسجين. المساله ديال السارجور، هذوك السارجورات مثلا الانسان كيغفل كيدير السارجور وخدام في التليفون، هذه حويجات بسيطه ما كنردوش ليها البال، ولكن هذاك السارجور ممكن الدار كلها تحرق بسبب اش؟ تهور ديال واحد ديال واحد ديال واحد واحد حاله التهور. التهور هي انه كيمشي كيشري شارجور، مثلا انا كنخدم في التليفون وداير شارجور، علاش انا كنخدم في التليفون وداير شارجور؟ الا بغيت انا نخدم في التليفون غنديرو يتشارجا، نخليه حتى يتشارجا عاد نخدم في التليفون، لان ما غاديش يتحمل، كاين ضغط والضغط يولد الانفجار، وهذاك التليفون ممكن يطرطق على وجهك على على رجليك، ممكن يتسبب في حريق، وهذا الشيء شفناه، هذا الشيء شفناه. إذن حتى المواطن بدوره خصو يعاب واحد المجموعة من الأمور. في نظرك شنو هي الطريقة باش غادي يوعى بها المواطن؟ شنو هي أحسن طريقة باش أنه يوعى بها ويعرف الخطورة ديال هادشي؟ شوف الحمد لله حنا في عصر ديال التكنولوجيا ولوتو فورماسيون وكاين التكوين الذاتي. الناس تمشي تبحث أساليب ووسائل المحافظة على المنزل، الحفاظ على كذا على كذا على كذا، إذا ممكن يديروا غير هذه العناوين، ممكن يشدوا مجموعة من المعلومات وهما كذلك يحاولوا يحميوا ذاتهم وتكون ذاك الوقاية. وهنا لا يفوتني أنني نذكر أنه خصنا واحد المسألة ديال التحسيس من الجمعيات المجتمع المدني، خصها تحسس بالخطر ديال هذا الغاز، الخطر ديال هذه الافرازات ديال الغاز، الخطر كذلك ديال هذه الصاجورات ديال هذه المسائل، يعني خصنا تحسيس من طرف المجتمع المدني، من طرف المؤسسات، باش المواطن ماشي يوعى، المواطن واعي. شتي المغربي دابا حاليا الا مشى بغى يشري البوطه راه كيهزها كيشوف شحال فيها من كيلو، هذه الاولى. والمساله الثانيه كيشوف واش كتنفس ولا ما كتنفش، وكيديها للدار وكيجربها عاوتاني، ولكن يقدر الاستعمال داك طريقه الاستعمال يقدر ينسها، يقدر ينسى. بحال دابا مثلا البوطه كاين اللي كيسدها بالليل، كاين اللي كيخليها، علاش؟ لان ربما يقدر ينسى، راه نهار على نهار. وهذه مسائل اللي ضروريه في 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 وسط البيوت ديال المغاربه، ملي كتقول لي البوطه مثلا راه واحد الحاجه اللي هي اساسيه، اذا نقدر انا نسدها هذا النهار، ولكن غدا مع ننسى وهذه وكذا والعائله والتبرزيط، نقدر ما نسدهاش. يعني هذاك الغاز فين كيمشي؟ في وسط الدار. اذا راه كاينه عرضه، ما كاينش التهويه في المنزل، ما كاينش التهويه اساسيه، صافي كلشي غيموت. وحنا شفنا حالات كتمشي للمستشفى، كاينه مجموعه من الحالات في المستشفى، راه كاينه مجموعه من الحالات اللي جات، خصني الاكسجين، خصني كذا، خصني كذا، خصني بزاف د الحوايج. دابا غادي نخليك مع واحد الرساله توجهها منك للمواطنين اللي كيتفرجوا فيك حاليا، انت قدم لهم الرساله. مرحبا ديالك. مرحبا. اذا شكرا على هذه الاستضافه. الرساله ديالي اللي بغيت نوصل من هذا المنبر هو المغاربه عزازين علينا، ما نبغيوش شي واحد يموت، لان الروح عزيزه عند الله. وديروا الاحتياطات ديالكم، ديروا الاحتياطات ديالكم، والوقاية الوقاية الوقاية، لان شوف قبل ما ننعس كنترولي كل شيء، لان هادشي ولا كيخلع. وصراحة راه
هذا الشيء اللي كنسمعوا راه ما يبشر. وكاين شوف كاين قضاء الله وقدره، الكل يؤمن به فعلا، ولكن خصنا حنا نديروا سبب. وإلا شكيت في شي حاجه خصني نمشي نتاكد. شتي بمجرد انك تشك في شي حاجه خصك تمشي صافي تمشي تتاكد تعاود موراها. كما كنقولوا شكيتي في الحساب خصك تعاود الحساب. وشكرا لكم، وكذلك حر التعازي لهذه العائله، والله يفرجها الله يفرجها.